ها لنذهب لموقع الانترنت المفضل. أتسجل، أدخل العنوان. ممنوع الدخول؟ لماذا؟ هذا مستحيل. أهلا يا إلهي، كنت أستعد لأدخل موقع الإنترنت المفضل وتوصلت بهذه الرسالة. هل حصل لك هذا من قبل؟ هل حاولت دخول موقع إنترنت من قهوة، مدرسة، منزل، عمل أو متنزه لسبب معدوم توصلت بهذه الرسالة؟ وسألت نفسك، هل هذا وقع إلي وحدي؟ هل أنا طبيعي؟ يا إلهي، هل الإنترنت توقف؟ واتصلت بصديق لتسأله هل وقع في نفس المشكلة؟ فحصلت في مواقف بلا أجوبة للمشاكل مع الإنترنت. هيردكت هو الحل. مع هيردكت تسجل المواقع التي وقعت في مشكلة فيها. اشتراك بياناتك مع مستعملي الإنترنت من جميع أنحاء العالم. هيردكت يظهر لك المواقع الإنترنت الممنوعة، أين هي ممنوعة ومن أمتى وهي ممنوعة. مع هيردكت بإمكاني تتبع إمكانيات وصول الموقع مع الوقت، وتتعرف على المواقع التي يصعب الوصول إليها وما هي الدول التي تعاني من صعوبات وصول الموقع. بإمكاني فعل ذلك عن طريق الموقع hirdict.org، أو يمكن الحصول على إضافات لمتصفح الويب. ومع الاشتراك في هيردكت تنضم إلى مجموعة من المستعملين الذين يراقبون ما هو مسموح من جميع أنحاء العالم. hirdict.org حكم القطيعة.